شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ختام منافسات بطولة ألعاب البحرين للرجبي 2021 والتي نظمها نادي البحرين للرجبي على ملعب النادي بمنطقة سار. نعم، قال سموه حريصون على دعم جميع الألعاب الرياضية بمملكة البحرين من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وارتقاء مستوى هذه الرياضات ومنتسبيها على الشكل الذي يدفعها لتقديم الأفضل للمساهمة في المشاركة الحقيقية للنهوض بالمنظومة الرياضية والتي تسهم في تحقيق المزيد من المنجزات في القطاع الرياضي بالمملكة. مضيفا سموه أن رياضة الرجبي من الرياضات القديمة التي احتضنتها البحرين ووفرت لها الأجواء المثالية تأسيس قاعدة وفرق قادرة على المشاركة وتحقيق النتائج المميزة والنجاحات في هذه الرياضة، مشيدا سموه بالمستويات الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة في هذه البطولة والتي عكست تحضيراتها الكبيرة لخوض منافسات هذه البطولة، ومهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية الفرق في المشاركات القادمة.